وبنهاية مساحاتنا الصباحية حنضوي على فقرة البوتوكس وما أدراك ما البوتوكس. شو رأيك يا نيرمين؟ وما أدراك ما البوتوكس يعني صار لغة العصر، لغة ما بدنا نسميها لغة العصر، بس هو أنا بحس البوتوكس عكس الفيلر، دائما هي بقولها إنه بحسه آمن أكثر من الفيلر، بس مع هيك عم يكون في بعض الحالات للأسف اللي نتائجها ما أنا جيدة أبدا، وعم نشوف للبوتوكس كمان يعني استخدامات علاجية مو بس تجميلية. وهي النقطة اليوم حنضوي عليها، نحن ما حنروح فقط للناحية التجميلية، حنضوي أيضا على الموضوع العلاجي اللي ممكن نحن عن طريق البوتوكس إنه نحن بأي خلي دكتورتنا اليوم تحكي لنا عن كان حنجرة وإن كان أماكن ثانية شو بيعمل البوتوكس وشو ممكن يفيد هذا المرض. معلومات كثير مهمة عن البوتوكس والأخطاء والأمراض العلاجية مع ضيفتنا لليوم الدكتورة فرح ألعش، أخصائية أذن أنف حنجرة وجراحة تجميلية ورأس وعنق. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. خلينا نرجع هيك نذكر المشاهدين ولو سريعا شو هي مادة البوتوكس وليش بتختلف أنواعها. تماما. هلا مادة البوتوكس هي عبارة عن بوتولينيوم توكسين اللي هي زيفان بروتيني يستخلص من جرثومة معينة، هدفه الأساسي هو إرخاء العضلات بالمنطقة اللي أنا عم بحقن فيها هي المادة. طبعا له يعني كثير استخدامات تجميليه وعلاجيه صراحه صارت بالفتره الاخيره جدا منتشره، هو ما انه فقط تجميلي، الاستخدامات العلاجيه عم تكون جدا ناجحه عند مرضى، فعلا عم نقدر نغير نمط حياتهم بشكل كثير كبير. طيب خلينا نحكي على هاي النقطه اليوم، دائما احنا متعودين بصباحنا غير وقت نقول البوتوكس نروح لموضوع الجمال والتجميل والشد وهدول القصص، اليوم عم نحكي عن الناحيه الطبيه الشقيقه. طبعا. يعني مرض معروف بالراس وكثير من الاشخاص بيعانوا، مؤلم تماماً. جدا يعني تماما، وفي عطلة لحياة المريض، المريض ما عم يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي لعدة طبعاً. أيام ممكن حتى عم يصير اعتياد على المسكنات بشكل كبير. شو الربط اليوم بين البوتوكس ومرض الشقيقة؟ هلا مرض الشقيقة هو بشكل أساسي في عنا نوع من أنواع الصداع بنسميه التنشن، اللي هو الصداع التوتري اللي فيه تقلصات عضلية جدا بتكون شديدة مؤلمة بتأثر على الأوعية والأعصاب الموجودة بالرأس، فنحن عن طريق حقن بمناطق معينة ضمن الرأس ومناطق بالعنق طبعا منأثر على هذا الشيء، منعكس هذا التأثير بحيث نحن نرخي هي العضلات، بيقدر المريض طبعا يعيش حياته بشكل طبيعي، في تباعد صار بين زمن الهجمات اللي عم تصير عنا، النوبة ما عادت عم تكون شديدة بالدرجة القصوى، في مرضى صراحة بعد الحقن للمرة الثانية يعني عم يكون في فواصل تقريبا سنة بين كل مرة والثانية، بعد الحقن للمرة الثانية عم يكون المريض ما بقى عنده شيء اسمه شقيقة، عم يكون جدا مرتاح، يعني فيك تقولي نوعا ما انت خلصتي من شغله جدا مهمه. طيب والحنجره؟ بالنسبه للحنجره في عنا شيء نحن بنسميه العضلات المباعده للحنجره والعضلات المقربه، عفوا المباعده للحبال الصوتيه والمقربه للحبال الصوتيه. في شيء نحن بنسميه عسره تصويت تشنجيه، هون الحبال شو الصوتيه شو يعني هاي التشخيص؟ تمام، الحبال الصوتيه عم تكون متقاربه، يعني هي عم تفقد وظيفتها بالتبعيد والاغلاق والتبعيد اللي عم يصير عنا. فبهي الحالة هون بيجي المريض صوته صرير، صوته أجش، مانو مرتاح، بهي الحالة نحنا بس نحقن بهي العضلات مادة البوتوكس عم يصير في عندي تبعيد طبيعي للحبال الصوتية، طبعا بكميات عم تكون جدا مدروسة، هي الكميات عم ترجع تخليه صوته طبيعي برتم طبيعي، مشاكل طبعا عم تكون بحاجة طبعا لإعادة تكرار الحقن بين 4 إلى 6 شهور تقريبا، ونافعة أكثر من الجراحة، بعكس الحالة اللي ذكرناها اللي هي عندي شلل بيكون بالحبال الصوتية عفوا أو خلل بالعضلات المسؤولة عن التبعيد، هون الجراحة هي الأنجح. طيب خلينا هيك ولو سريعا نحكي عن بوتوكس المعدة ايضا شو استخدامه عم بيكون كونه هدول اكثر يعني المناطق الثلاثة اللي تماما. هلا بوتوكس المعدة هو صراحة بخفف من قلوصية المعدة، طبعا هو البوتوكس بشكل اساسي بيأثر على ناقل عصبي نحن بنسميه الاسيتيل كولين، هو مسؤول عن حركية العضلات يعني سواء بالمعدة او بالمثانة، فنوعا ما لما بيصير ابطاء لتحرر الاسيتيل كولين او منع لتحرر الاسيتيل كولين فهون انا ما عندي قلوصية، فبهذا الشكل عم نخفف من الشعور بالجوع عند المرضى. حلو حبيتها هيك بتساعدي عليها خاصه الوزن. حبه هلا اليوم كثير حيستفيدوا من هاي المعلومه، يعني خصوصا هلا بتقلبات الخريف للشتاء المزاج عم بيروح للاكل. دائما احنا بنسمع باخطاء بالحقن وبنشوف صبايا بتقول لك انا حقنت عند سين من الدكاتره وكان الحقن غير موفق، جهه شاده اكثر من جهه، جهه اعلى من جهه، شو هي اليوم الاخطاء الشائعه اللي ممكن اليوم الطبيب
هلا الاخطاء هي عدم معرفه الخصوصيه لكل مريض. يعني الموضوع هو ما فقط تشريحي، هو حتى وظيفي لدى المريض. في طبعا نحن بتعرفي اغلب الاشخاص ما عندهم تناظر بين نصفي الوجه، فانا ما بيصير اني انا اخذ دوزات معينه، اخذ تكنيك معين بالحقن وامشي فيه على كل المرضى. عم يكون صراحة أغلب الأخطاء أنه أنا عندي طرف عم يساو بين الطرفين طرف. فهذا الشيء بيعمل عم يصير شيء عندي صح. أنا مشكلة أنه طرف نزل أكثر من طرف، وعم يستمر هذا الشيء حتى بعد زوال البوتوكس. غالبا لما الصبايا عم تكون الصبية عاملة تاتو، نحن ما عم نستوعب فكرة أنه في شيء أنا عندي مسافات معينة لازم أتجنبها بهذا الشيء، فعم يصير الحقن بشكل أنه للكل نفس الشيء. فممكن عم نلاحظ حالات انسدال الجفن، تضل المريضة تقريبا حوالي 6 شهور في عندها انسدال. هي النقطة المهمة اللي ذكرتيها دكتورة، أنه دائما بيقول لك البوتوكس بيروحوا من الجسم، ولكن أنت عم تقولي عن معلومة كتير مهمة أنه آثاره لا بتضل تمام. لأنه هو نوعا ما على تكرار الحقن عم يغير شكل العضلة طبعا صحيح؟ أكيد عمل كسل بالعضلة، خفف من قلوصية العضلة، فهذا الشكل رح يضل مع المريض. لو راح البوتوكس رح يضل شكل الارتسام الوجه رح يضل هذا موجود. هلا اليوم البوتوكس بعمر صغير بتنصحي فيه؟ يعني كثير بيقولوا لنا انه مفروض الصبيه وقت بتشوف اول تجاعيد صارت بوجهها تتوجه فورا وتعمل. اليوم عم نروح نحن على موضوع علاجي كرمال ما يحفروا اكثر، كرمال انه يسهل عمليه الحقن عند الطبيب. لا هو في خصوصيه لكل مريض صراحه صح. يعني الجايد لاين بتقول نحن من عمر 18 سنه فينا نبلش بالبوتوكس كاجراء وقائي. بينما اللي عم يصير في مرات بيكون المريض ما له بحاجه، بس في خصوصيه لمرضى معينين. انت ممكن تشوفي مريضه بعمر 18 سنه عندها جفاف جلد مدخنه، بتتعرض كثير للشمس بفترات طويله، فبتشوفي التجاعيد عندها مثل عمر الخمسين تقريبا، فهي استطباب لانه هي تبلش بحقن. نحن دغري بيقولوا لك ليس بكير على هالسا، ما وصلت لا للأربعين ولا للخمسين بكير على هذا الاجراء. هذا الشيء اذا كان صحيح. المريض مؤهب لهذا الشيء يفضل حقن كميات جدا قليله، بحيث انه نحن نوقف عمليه التقدم بالعمر، حفر التجاعيد، بس ما نحافظ يعني ما نروح لمطرح انه نحن ما عم نحافظ على المظهر طيب. عم نغير بالشكل. طيب معناته الاستمرار بالحقن ما في اي مشكله بدها تكون؟ الاستمرار يفضل مرتين بالسنه مو اكثر من هيك. نحن عم نتجاوز هذا الرينج معناها نحن عم نعمل حرمان للمريض من فرصه انه هو يرجع يستجيب على البوتوكس، لانه بصير بيعمل مناعه دائمه بيقاوم ما بقى يستجيب على البوتوكس. طبعا. يعني التكرار ممكن تكرار بشكل مبالغ فيه اكثر من مرتين بالسنه نعم. اكيد بيحرم المريض من هي الفرصه انه هو بقى يستجيب على البوتوكس. طيب دكتوره نقطه كمان كثير مهمه، خلينا نحكي عن الاعراض يلي بتصير بعد الحقن تمام. شو توصيات بعد الحقن؟ لانه احيانا كثير ممكن الطبيب يحقن بطريقه احترافيه وبروفيشنال، ولكن يعني التعليمات يلي بيخترقها المريض طبعاً. هي بتسبب بعدين الاذى. هلا صراحه الاعراض الشائعه بعد الحقن هي احمرار، تورم بسيط مكان الحقن، ممكن الم بسيط جدا مثل كدمه، زراء بسيط اذا كان المريض عمل حركه غلط اثناء الحقن. هذا الشيء بيتراجع خلال عده ايام، لكن الشيء المهم جدا انه مو دائما الطبيب عليه المسؤوليه بهذا الشيء. هو لما حقن الماده في تعليمات معينه لازم يتبعها المريض بعد الحقن لمده 3-4 ايام. في ناس كثير بتغفل عن هي المعلومه، حتى في اطباء بيغفلوا عن هي المعلومه. لما بدنا ناخذ نتيجه منيحه، البوتوكس هو توازن عضلي بالنهايه. نحن اذا عم نحقن مناطق معينه لنا غايه معينه، نرفع الحاجبين مثلا، زاويه الحاجبين، نغير من الابتسامه لثويه نوعا ما. فهون في تعليمات جدا لازم المريض يكون صارم فيها. موضوع ثبات الرأس أهم شيء، النومة ما تكون على الوجه، فرك وتدليك الوجه بيلعب دور جدا كبير، لعب الرياضة يمكن ممنوع تماما، الأدوية مضادات الالتهاب، المسكنات، الحمام، الساونا، البخار، هذا كله بيلعب دور أكيد. يعني اللي بده يتجمل بده يتحمل بالنهاية. نشكر حضورك لليوم ولك المعلومات اللي قدمتيها دكتورة فرح. شكرا لك وصباحك جمال على طول. يسعد صباحك.